لماذا الاصرار على استعاده الكواكب؟ وماذا يفيد الان؟ ضيفنا متعدد المواهب من الشعر العامي الى الفصيح من القصه الى القصه القصيره جدا فضلا عن التحقيق والابحاث يا صديقي اتمنى ان تكون صحتك على ما يرام ولا سيما بعد تجربه الاعتقال وايقاف علاج مرض السرطان بكم أيها الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنعطف. نستعيد في حوارنا اليوم بعضا من سيرة مدينة حلب الشهباء وأجزاء من سيرة مفكرها ومصلحها الكبير عبد الرحمن الكواكبي. كما نقف طويلا عند بعض أجواء ما حصل في مدينة حلب عشية ثورة عام 2011 وأيضا مواقف بعض مثقفيها. أرحب بكم وأيضا أرحب بالباحث الدكتور محمد جمال طحان أهلا وسهلا بك في المنعطف أهلا بكم شكرا دكتور أود قبل أن نبدأ باستعادة ما كتبته عن عبد الرحمن الكواكبي وأنت معظم إنتاجك الفكري يعني تركز حول عبد الرحمن الكواكبي لفتني عنوان أحد كتبك امنحوني فرصة للكلام هل أخذت هذه الفرصة؟ نعم أشكرك بالفعل هي لقطه ذكيه. في الواقع انا انتزعت فرصتي بنفسي للحديث عن المعذبين المهمشين الذين يقبعون في اقبيه الانظمه القامعه لنلاحظ معا ان امنحوني فعل امر. اذا انا طلبت ان ينحوني غصبا عنهم وليس برضاهم. في الواقع هي مجموعه مقالات نشرت على مدى عامين في جريدة الكفاح العربي في بيروت طبعا كانت بعض الأعداد تدخل بعض الأعداد تمزق الصفحة التي فيها مقالتي وبعض الأعداد تمنع فيها بعد جمعتها وأرسلتها لاتحاد الكتاب العرب آه، الشيء المضحك أن تعليق القراء في اتحاد الكتاب العرب تعليق لجنة القراء لجنة القراء نعم. كان عجيبا اقترحوا علي تقريبا حذف نصف المقالات ووضعوا خطا تحت بعض المقالات لم يفهموا ما اريده تماما كانت معظم المقالات بلهجه ساخره مثلا اخلع الوعي كي اعيش احد العنوانات عنوان قوانين لحمايه الذئب كنت قد تحدثت مثلا عن الاحزاب المتوافره لدينا في الوطن العربي وفي سوريا بشكل خاص احزاب متعدده ولكن رؤاها واحده فكرها واحد اهدافها واحده منطلقها واحد ولذلك نحن شعب متلاحم بين قوسين وضعت من اللحم فاعترض القارئ على كلمة من اللحم وكلمات أخرى هذا من قبل الثورة طبعاً طبعاً قبل الثورة أي عام؟ عام 2003، جمعت الكتاب وعرضت علي إحدى دور النشر دار الأوائل ونشرت الكتاب في أبعاد نعم مؤخراً نشر الكتاب أيضاً بشكل صوتي، كتاب مسموع يعني يمكن لمن يريد أن يسمعه عبر اليوتيوب إذا كان الإنسان مشغول في عمل ما او في الطريق او في السياره يستطيع ان يستمع الى كتاب، هذه ظاهره جيده ان يكون هناك كتاب مسموع بالاضافه الى الكتب المقروءه والكتب الالكترونيه. لذلك يعني خليني اقول انه سرعان ما انتبه النظام يعني في 2011 الى انك يعني من الاصوات الناقده له واعتقلك في الشهر السابع في 2011، اليس نعم. كذلك؟ نعم. يعني لماذا اخت... يعني لماذا اعتقال محمد جمال الطحان تحديدا؟ يعني يبدو انه كان يترصدني. كان يجمع كل ما أكتب وكانت تصلني تحذيرات ولكن لا أبالي بها يعني كنت أظن نفسي مشروع شهيد يعني الإنسان يصبح كهل ثم يصبح عجوز ويصاب بالأمراض فقلت لا واحد بيستشهد وخلصت القصة ما كنت أحسبه أنه النظام ليس بالضرورة أن يقتلني يمكن أن يعتقلني وهذا ما حدث الاعتقال والعذاب هذا لم أفكر به ولذلك كنت مستمر في كتاباتي رغم التحذيرات الطويلة هذا الكتاب أيضا يعني يتحدث عن علاقة الإنسان أو علاقة الجمهور بالمثقف هناك علاقة بين المثقف ما أسميه أردت أن أوسع هذا المصطلح وأن أرسخه المثقف ولذلك كتبت كتابا بعنوان المثقف وديمقراطية العبيد هو قسمين قسم يتحدث عن المثقف وماذا أعني به وعلاقته بالجمهور وعلاقته بالسلطة والقسم الآخر يتحدث عن الديمقراطية والديمقراطيه طيب. كما تلاحظ من الالوان ديمقراطيه الحديد طيب يعني اذا سمحت لي يعني. اذا سمحت لي هل اعتقلك النظام للكتابات ام لنشاطك في الحراك الثوري في 2011 ولا سيما ان الكل يعرف انه حلب تاخرت نوعا قليلا عن م. عن الالتحاق بالحراك الثوري عام 2011 أليس كذلك نعم اعتقلت بالشهر السابع على بعد اثر انطلاق الثوره السوريه في مدينه حلب كنت من الناس الداعمين للمظاهرات انا كنت بكتاباتي كلها كما تلاحظ الاستبداد وبدائله المثقف وديم فرصه الكلام كلها اريد ان تنطلق ثوره ما ولكن لا استطيع ان اقوم بثوره لوحدي عندما قام هؤلاء الشباب بالثوره استبشرت خيرا ولا شك لابد ان اكون داعما لهم فكنا نحاول ترشيد هذه الثوره ان تكون سلميه ان لا يحملوا شيئا اغلب الثورات كانت بصدور عارية. واغلبها ساهمت في ان تكون مثلا أمام السفارة الفرنسية أمام السفارات الأخرى أن يحملوا ورود فقط يضعوا ورود على السفارات ولكن للأسف جوبه بكل هذا العنف وعلى إثر ذلك أكيد أحد الأشخاص المتظاهرين وربما تحت التعذيب وشى بي هم لم يثبتوا علي أي شيء ولكن وشى بي و في كتاباتي السابقة الآن استعادوا ما كنت كتبت الاستبداد والحرية والديمقراطية وجدوا جسمك لبنيس يعني وقصر <applause> ابني ثائر فالمحقق قال لي ها أنت بيت الأمر ابن اسم ابنك ثائر من 30 سنة معناتها أنت طيب. أنت على التصفيق. كل إن كتبت تجربتك في المعتقل كتبت بعنوان مذكرات معتقل في الأمن الجوي في كتاب حكايات سورية لها علاقة بالاستبداد الذي حرره الأستاذ خطيب بدله نعم لكن ليس كل التجربة كتبتها ليس لا كدب... بقيت خمس أشهر ونصف خمس أشهر ونصف نعم. كنت معتقل طلعت في اخر اسبوع من الشهر 12 2011 بعد عام ونصف تقريبا بدات في كتابه مذكرات معتقل في كتاب حكايات سوريه يعني يوم وبعض يوم فقط ما هو منشور نعم بينما المذكرات يوم يوم وم... الاعتقال يوم... واليوم يوم التالي من نعم. نعم بعد ذلك تابعت الكتابه حول هذه المذكرات حتى بلغت حوالي 200 صفحه مذكرات معتقل في السجون السوريه كنت حتى الآن 200 صفحة ما أزال في حلب أنا تنقلت يعني عملوا جماعة سياحة سجنية لي فرع المخابرات في حلب مخابرات جوية في حلب بقيت حوالي شهرين شهرين ونصف ثم في المزة أيضا في المخابرات الجوية ثم في باب توما أيضا مخابرات الجوية إذا بعد هذه المئتين صفحة وبعد سنة ونصف أخرى وبعد أن انتقلت من مدينة إلى مدينة أحمد بقجتي وأمشي بها اخيرا قررت بالحلبيه يعني نعم. حق سرتي حقيبتي القياده ايوه خلف ظهري دائما وامشي بها هذه العده الباقيه فقط واكملت هذه المذكرات للاعتقال حتى بلغت حوالي 350 صفحه ثم بعد ذلك وضعتها على طرف ثم بدات بالتفكير بروايه آه يعني تنوي أن تنشرها ضمن الرواية؟ أن تكون رواية نعم، وذلك تنتقل من القصة القصيرة جدا إلى القصة إلى القصة القصيرة من الشعر العامي وال والفصيح إلى الرواية. نعم هذه الانتقالات العجيبة في الواقع يعني بدأت بالشعر العامي وشعر فصحى ثم مجموعة قصصية نشرت عن وزارة الثقافة بعنوان حالات سرية. اتحدث فيها ايضا عن مشكله المثقف والديمقراطيه طيب اعود الى هذه النقطه لكن لا. اود ان نكمل، الروايه لم تصدر بعد، اليس كذلك؟ متى؟ لا ما زلت ما ذلت اعيد قراءتها اكثر من مره، اريد ان يخرج العمل ناضجا، ما. وخاصه انها تجربه كما قلت حضرتك من القصه الى القصه, القصة القصيره جدا الى الروايه وهذا العالم فضاء الروائي عالم رحب وكبير تصدر قريبا ان شاء الله؟ ان شاء الله طيب ان شاء الله طيب نعود الى تجربه المعتقل في يعني أباني الثورة السورية ايضا اذكر ان ان ما كتب عنك اثناء الاعتقال من نداءات ومناشدات او اخبار كانت تقول انك كنت مريضا اليس كذلك؟ هل كنت مريضا ام هذا جزء من لا لا كنت مريضا كان عندي سرطان مثاني كنت قد اجريت عملية تجريف وبدات العلاج في منتصف العلاج تم اعتقالي طبعا اوقف العلاج بالكامل وبقيت اتنقل كما قلت من فرع الى فرع في المخابرات الجويه الى ان طبعا كما قلت حضرتك تم النداء في منظمات ومجتمع مدني ومظاهرات نسائيه وشبابيه ومظاهرات مثقفين للاسف اتحاد الكتاب لم يتدخل وزاره الثقافه لم تتدخل يفترض هما اللتان اعتبروه ما مظله انا عضو اتحاد الكتاب عضو اتحاد صحفيين ولكن كنت رئيس تحرير مجله العاديات, مجلة العاديات، نعم. يعني العاديات والعاديات لم تطالب بي ولا اتحاد صحفي ولا اتحاد الكتاب وإنما بعض المثقفين او المثقفين الشرفاء الذين يعرفون بانني رجل مسالم لا اعتدي على احد تم افراج عني بعد ذلك عدت التجريف مره اخرى تجريف المثال مره اخرى وعدت الدواء مره اخرى وتفاقمت الامور الى ان انتقل الفيروس الى الحالب ونتيجه بعد ايضا بعد سنه سنه ونصف نتيجه قرار اطباء قرروا ان يستاصلوا الكليه اليمنى لي لكي يتخلص من هذا المرض. كل العافيه ان شاء الله. عافاك الله. استاذ جمال. ايضا يعني توقفت يعني توقف النظام عن ملاحقتك بعد ذلك، ليس كذلك؟ لا لم يتوقف. أنا خرجت 2011 كما قلت الأسبوع الأخير من السنة حينذاك بدأت نشاطا مختلفا تماما، نشاطا آخر أنشأت على الفيسبوك صفحة اسمها مجموعة حج بشير للإحتجاج على الغلط حج بشير للإحتجاج على الغلط نعم. وكانت مجموعة ساخرة يعني تقارب الثورة السورية من بعيد تتحدث برمز كما كنت أتحدث في مقالاتي وكتبي يعني أحاول أن أمرر ما أريده على الرقيب وبدأت العمل في الإغاثة وفي توصيل المساعدات إلى المناطق المنكوبة وحتى عندما دخل لواء توحيد حلب قابلت أناس من الجيش الحر لواء توحيد ونصحت لهم ألا يدخلوا إلى المدن يعني نحن ثورة ولسنا عصابات ولسنا دولة لنحارب دولة أخرى ينبغي أن يكون دائما الصراع سلمي وأن نحرص على ذلك إذا بقيت حتى الشهر الثامن 2012 وكانت هناك ايضا مجله تصدر اسمها انا حلبي شريف وكنت انا يعني مشرف على جانب من طباعتها وكانت لدي في البيت كميه كبيره احد الاشخاص الذي ارسلها لي اوصلها الى البيت كي اوزعها على الاخرين اعتقل عندما اعتقل فقلت لابد انهم سيعتقلوني بعد وصلني نبا انهم قريبون جدا من باب البيت ليشحطوني كما شحطوني في المره الاولى فاثرت ان اسافر توايا. كي استمر في هذا النضال ولكن لكن هذا البيت ايضا صودر نعم بيتي بعد سنوات صودر صدر الامن الجوي في محله الميريان في أمن الدوله نعم في, في الميريان في حلب في مدينه نعم حلب نعم نعم وبعد اسابيع سمعت بان هناك ضابط روسي يسكن هذا البيت اسكن ضابط روسي في بيتي ووضعوا حرساً امام البيت يعني صار له عزوه البيت ولا ادري لماذا يعني. يعني انا رجل اكتب، لا افعل اي شيء، لا احمل بندقيه، ولكن يبدو ان النظام يعني يجابه الثوره من خلال المثقفين فقط، ومن خلال كان عندما يجد عصا مع شخص يتركه، متظاهر شبه يتركه، ويلحق الكاميرا اينما ذهبت، يخاف من الاعلام، يخاف من الصوت الحر، وكان يقتل يتعمد ان يقتل الذين يحملون كاميرات، والذين يوصلون ما يحدث في سوريا الى الاخرين. طيب اسمح لي نتوقف مع فاصل ونعود لمناقشه الاسباب الحقيقيه التي تجعل النظام بالفعل يخاف من صوت المثقفين. اهلا بكم من جديد ايها الاعزاء. دكتور جمال أنت استعدت أعمال الكواكبي الكاملة وغير الكاملة وأيضا رحال كاف وطبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وأم القرى وأيضا كتبت الرؤى الإصلاحية المفكر أنه الضوي عبد الرحمن الكواكبي الاستبداد وبدائله في فكر الكواكبي عودة الكواكبي حتى حولت سيرته الشخصية لقصص مثل الصبر مفتاح الفرج سيرة قصصية لليافعين وأبو الضعفاء عبد الرحمن الكواكبي نعم ما قصتك مع الكواكب؟ في الواقع عند تحضيري للدراسات العليا درست الفكر العربي بالكامل طبعا بالبداية أنا درستي فلسفي فتقرأ سقراط تقتنع بآرائه تقرأ السفسطائيين تقتنع بهم تقرأ أفلاطون تقتنع به تقرأ أرسطو تقتنع به إلى أن وصلنا إلى مرحلة تقمة القناعات عندما تخرجنا بدأت الدراسات العليا أردت أن أخرج من اليوتوبيا أن أفكر بشكل واقعي ما هو الذي يمكن أن يفيد بلدي أن يفيدني أن يفيد من يحيطون بي درست الفكر العربي الحديث من أول مرة أخرى. أخرى مرة أخرى فوجدت أن الكواكب هو أقرب إلي هو مدينة حلب وأنا من حلب هو بدأ أنت من حلب دي. من منطقة باب الأحمر نعم. ملاصق القلعة نعم. تمامًا نعم. كل يعرف يعني نعم. حمام باب الأحمر الشهير طبعًا طبعًا تفضل عفوا والكواكبي كان ايضا قريب، اذا كلانا من المدينه القديمه كلانا يعاني من الاستبداد، كلانا يعاني من تخلف المجتمع حوله، هناك كميه كبيره من الناس يحتاجون الى وعي، اردنا ان يعي الناس كيف يعيشون، ان هناك حياه خارجيه اخرى يستطيعون ان يعيشونها افضل مما يعيشونها الان وكلاكم خاض معركه خاسره نعم، وكلانا اعتقل ايضا، كلانا اعتقل ولكن نحن نبدأ الخطوات علينا أن نبدأ وعلينا أن نكافح النتيجة ليست من صنعنا نحن المهم يعني إذا كان في كما الحديث الشريف إذا كان في يد أحدكم فسيلة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها على هذا المنوال نحن نبدأ أما لماذا التنويع ليس كل الناس يقرأون الأبحاث كتبت أبحاث عن الكواكب شاركت بندوات ومحاضرات أيضا لأوصل لجمهور مختلف توجهت عبر مقالات خفيفه ايضا عن الكواكب يعرف به ويعرف بفكره وايضا توجهت للناشئه كي يعرفوا من هو عبد الرحمن الكواكبي يعني تعتبر نفسك استمرار لعبد الرحمن الكواكبي يعني احاول ان اوسع الافاق التي بدا بها هو لم يستطع ان يصل بنا الى بر الامان لعلنا نحن نحاول ايضا ان نمسك هذه الدفه لعلنا نوصل الناس الى بر الامان او من يصل بعدنا طيب ما هي اهم يعني الـ الخلاصات التي خلصت اليها من دراسه كتب عبد الرحمن الكواكبي وسيرته الشخصيه. يعني كما قال هو هو في البدايه درس في كتاب ام القرى يعني تخيل مؤتمر من 22 باحث اسلامي جمعهم وتباحثوا في المجتمع المسلم مما يعاني، لاحظوا ان هناك فتور، هناك تخلف، هناك تشدد في الدين. هناك تصوف منفتح يعني منفلت وبالتالي لابد من إصلاح هذه الأمور يعني توصل في آرائه أن يكون هناك كتابان كتاب المنهيات مبسط للمسلمين وكتاب الواجبات ويكتفي بعيدا عن المذاهب المتنوعة الكثيرة التي تختلط علي العامة بعد أن درس ذلك توصل إلى أن آفة الأساسية للمجتمع هو الاستبداد دكتور تقول في مقدمة كتاب أم القرى فكم واحدا منا نحن العرب المعاصرين يستطيع أن يحرك الفكر من حوله من حوله بمقدار ما حركه الكواكب وهل نحن عاجزون عن إنجاز ما فعله أجدادنا ولماذا؟ بالفعل بالفعل وهذا ما حدث يعني الكواكب طرح أسئلة وطرح إجابات نحن حتى الان حتى ما قبل الثوره السوريه لسنا قادرين على طرحها نخاف من طرحها نتوجس من طرحها هناك المستبد الديني هناك المستبد السياسي هناك المستبد الثقافي لذلك لا نستطيع لم نستطيع ان نصل الى ما وصل اليه الكواكب عندما بدات ثورات الربيع العربي انا لنا ان ننطلق من جديد ان ننشر التوعيه بين الناس لينالوا حريتهم. دكتور أنت الآن تقيم في تركيا بعد جولة يعني منذ خروجك من سوريا إلى السعودية فالإمارات فتركيا. الآن في تركيا هناك تيار يحي يحاول أن يعيد الاعتبار للسلطان عبد الحميد. وأنت تعرف يعني الصراع الأساسي كان بين الكواكبي والسلطان عبد الحميد. هل تاثرت في يعني هل جعلك هذا التيار او ما قراته في تركيا عن هذا الموضوع تعيد النظر في سيره عبد الرحمن الكواكبي؟ لا في الواقع الكواكبي بدايه صراعه مع السلطه كانت مع الولاة مع ولاة حلب المتعاقبين كانوا دائما يكيدون له وكان دائما هو يتحدث عنهم ويرفع التظلفات الى السلطان عبد الحميد. عندما لم يجد, يجد عندما لم يجد استجابه من السلطان خرج من حلب سرا وذهب الى القاهره يعني لانه استدعي استدعي الى اسطنبول نعم يعني اعطوه نيابه في ولايه راشيه فابدى الموافقه ولكنه سرا سافر الى القاهره يعني اعتقد او وصله انه سيلقى القبض عليه مره اخرى وربما لم يخرج منها كان قد حكم عليه بالاعدام ونفد في المره الاولى طبعا نفد بفضل ايضا السلطان عبد الحميد اذا السلطان عبد الحميد اذا كان مستبد وكان الكواكب يكافحه ايضا له حسنات فعندما حكم عليه بحلب بالاعدام طلب من السلطان عبد الحميد ان تحول محاكمته الى بيروت وحول السلطان محاكمته الى بيروت وهناك دافع عن نفسه هو بنفسه بدون محامي وكان يعمل بالمحاماه ايضا بنص ادبي جميل جدا وبرئت ساعته وعاد الى حلب محمولا على الاعناق وحينها عزل الوالي الذي تجنى عليه. السلطنه العثمانيه يعني اذا كانوا سيعيدونها هذا شانهم ولكن اعاده السلطنه مره اخرى لا تعني اعاده السلطان عبد الحميد نفسه. يعني له ايجابيات وله سلبيات، موقفه من الصهاينه يحسب له بعض مواقفه الاستبداديه تحسب عليه طبعا فعندما تعاد السلطنه اذا اعيدت بنفس مستوى السلطان عبد الحميد طبعا نحن لا نرضى بها، رغم انه ليس شاننا ولكن نحن كمتلقين كمثقفين نطالب بالحريه اينما كان ليس في سوريا فقط وانما في العالم كله فلن نرضى بان ياتي سلطان مستبد. السلطه دائما معروف انها مفسده. لماذا نحن نحب الديمقراطيه لانها تستطيع ان تقيد الحاكم الكواكب يقول لو وجد الظالم سيفا الى جنب المظلوم لما تجرأ على ظلمه اذا دائما الديمقراطيه الان في اوروبا لماذا تحترم لانهم للحاكم بالمرصاد لها انياب يعني الديمقراطيه يعني لها سلطه لها سلطه لا تفضل الأنياب لا يمكن ان يعيش مجتمع بدون سلطه يجب ان تكون هناك ضوابط ولكن أن تكون ضوابط ضمن القانون وضمن الدستور شيء مختلف عن المزرعة التي أنشئت مثلا في سوريا يعني يعتبرونها صوتهم الوحيد لا يمكن أن يطلع يخرج صوت آخر لا يمكن أن يسمع رأي سوى رأيهم دائما يجب أن تقول نعم وأن توافق دكتور أيضا لاحظت أنك تهدي الأعمال الكاملة للكواكب إلى أمنا الرؤوم حلب الشهباء نعم حلب يعني احتضنت الكواكب واحتضنتني حلب لها فضل علينا فضل على المجتمع الدولي فضل على العالم يعني حلب حضارتها تمتد إلى 12 ألف عام فيها من الأوابد الأثرية الكثير وفيها المظاهر الحضارية الكثير طريق الحرير يمر منها الصناعات التجارة الحركة الثقافية منذ قدم الزمان موجودة في حلب حتى حتى عبد الرحمن الكواكبي هو اول من اصدر صحيفه مطبوعه باللغه العربيه في حلب, حلب. حلب. نعم صحيفه مستقله خارج م. السلطه العثمانيه. يعني حلب لها فضل على الجميع. لذلك كانت سميت حلب عاصمه الثقافه الاسلاميه عام 2006 بعد مكه مباشره. نعم. يعني حلب تعشق حلب هي بالفعل جوره الهم ولكنها الجرح العميق والحب الواسع الذي لا يمكن ان ينسى. من يزور حلب لابد ان يعشقها يرى هذه البيوت المتراصه المتالفه تلك الاوابد الاثريه تلك القلعه الشامخه بعمقها التاريخي لقد مر غزاة كثيرون على حلب ولكنها خرجت منتصره مرت زلازل على حلب اعيد بناؤها والان ابناء حلب سيعيدون بناءها مره اخرى يعني حلب اقدم مدينه ماهوله في التاريخ لكن دكتور هذه المدينه الان مكلومه جريحه. نعم. اليس كذلك؟ اكيد طبعا. كيف تنظر الى المستقبل فيها؟ كما قلت مرت ازمات كثيره على حلب واعيدت من الرماد مره اخرى. لكن هذا كلام يعني شاعري. هذا كلام واقعي. يعني الغزاة كانوا تماما كالغزاة الحاليين في قهرهم وفي جبروتهم وفي المقابر الجماعيه. ولكنها اعيدت من جديد ربما يطول الوقت طبعا يعني ليس ربما ليس جيلنا ربما جيل بعدنا ولكن سيعاد بناءها من جديد وسيذكر الناس هذا التاريخ الاسود ربما يحاولون ان لا يعاد مره اخرى طيب سنحاول بعد الفاصل ان نعود الى سيره مدينه حلب ولا سيما مع انطلاق الثوره السوريه ومواقف المثقفين فيها ولماذا كانت تشعر هذه المدينه بالظلم وما الت اليه الامور فيها فاصل ونعود اليكم اهلا بكم من جديد دكتور محمد جمال طحان يعني حلب التي كانت رمزا لمقاومة يعني الاستبداد عبر كتاب الكواكب المشهور طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وأيضا كان فيها الجرائد يعني الكثيرة منها جريدة الحديث مثلا صحيفة الحديث التي كان ينشر فيها حتى بعض الكتاب المصريين منهم طه حسين في مدينة حلب نعم 120 صحيفة كان في حلب وحدها هذه المدينة كأنها يعني عشية الثورة السورية كانت تعاني من الجفاف كأنها دجنات هل هذا صحيح؟ صحيح ليس عشية الثورة السورية في الثمانينات بدأت معاقبة حلب في الثمانينات يعني أحد الأيام كنت خارجا أنا وأخي الصغير للمعايدة في أول أيام العيد سمعت إطلاق رصاص أنا كنت ساكن تتحدث فيه. عن مجزرة المشارقة كنت ساكن في الإسماعيلية نعم مجزرة أه. المشارقة من هنا بدأت معاقبه حلب لأنها السلطه تعدها وقفت مع حماه عندما لكن هي يعني قبل حماه إيه؟ انتفاضه حلب نعم فيما بعد فيما بعد نعم يعني عدتها وقفت مع حماه لذلك سحبت التجاره منها حاولت سحب الصناعه منها جعلت دمشق هي المركز وأتت بتجار جدد صناع جدد من صناعتها كي تسيطر على الموارد السورية حلب بدأ عقابه إذا في الثمانينات واستمر في التسعينات وشير جميع أو معظم المثقفين ومعظم المشايخ في مدينة حلب لرعاية السلطة والتبشير بها لذلك لم تستطع حلب أن تكون كغيرها من المحافظات كان الأمن واسع الانتشار في مدينة حلب كانوا لها بالمرصاد التجار جمعوا المشايخ جمعوا كي لا تنتفض حلب هذا السبب الذي جعل حلب تتاخر رغم ذلك قامت هناك مظاهرات طياره سريعه في حلب وكان هناك دائما مناصره لما حدث في درعا وما حدث في حمص تاخرت بسبب الكثافه الامنيه يعني دائما معروف المحافظات المدن الكبرى مثل دمشق وحلب يعني التجار فيها جبناء يحاولوا تهدئه الوضع بشتى الوسائل لذلك تاخرت عن مناصره المحافظات الاخرى دكتور على ذكر يعني علماء الدين والمشايخ الذين يعني كانوا في سلك الحكومه انت من قدم لكتابك ونشره عوده الكواكب هو الشيخ احمد حسون مفتي الجمهوريه ليس كذلك نعم كانت علاقه طيبه كانت علاقه طيبه نعم عام 2006 كان حلب عاصم الثقافة الإسلامية طبع لي كتابان أحدهما عودة الكواكب فقال المفتي أنا متكفل بالنفقة عليه طبعا لا أعرف كيف جمع الأموال ونشر طبع الكتاب كي يكون اسمه عليه نعم كانت علاقتي جيدة مع مشايخ حلب وكنا نحاول أن نثق بهم قدر الإمكان لم نكن ندري بأنهم على هذه الشكلة في الواقع أيضا مع المطران يوحنا كانت علاقتي طيبة مع كثيرون كانت العلاقة طيبة لأنني أحاول أن أقيم التوازن يعني لا أجازف بأن أقطع العلاقات أن تكون جيدة والمطران يوحنا رده الله لا نعرف أين حصل ولكن كان موقفه أفضل بكثير من مثل الجمهورية الذي بان بشكل أنا مستغرب منه تماما كرئيس الجمهورية الذي يستطيع أن يكون الممثل الأكبر في الوطن العربي يعني هذا الرجل الوديع المثقف الذي يظهر انا طبعا لم اخدع به ولكن خدع به كثيرون ولكن ايضا لم اكن اقدر هذا الحجم من الاجرام الذي يمكن ان يقدم عليه يعني ما الذي يريده رجل يحكم رجل يستلم السلطه ما الذي يريده ما هي, ما هي الاشياء التي تشد كي يحافظ على السلطه على جثث الاخرين على قتل الاخرين يعني أنا بالنسبة لي لا أعرف كيف يفكر إذا مشيت أنا في الشارع إلى حديقة سلمت على الناس هذه الحياة التي أعرفها شخص يقبع خلف قصر جمهوري أو خلف قبو جمهوري فقط ليستلم السلطة ما هذه الشهوة إلى السلطة تدع الحياة كاملة بشأنها هذا لا أستطيع أن أستوعبه دكتور أيضا كان لك نشاط مميز في جمعية العاديات وجمعية العاديات لها تاريخ مشهود نعم أصدرت أو أعدت إصدار صحيفة صحيفة مجلة العاديات، نعم. تحدث عن هذا النشاط إذا سمحت. كانت مجلة العاديات صدر منها بعض أعداد في القرن قبل الماضي ثم توقفت عام 84 أعدنا إحيائها مرة أخرى بشكل عام 2004 عام 2004 نعم عام 2004 وكان شكلها أنا أنا اخترت الشكل، كنت أنا مدير التحرير على شكلة مجلة العربي تماماً. وكانت تحتوي على مقالات متعلقه بالآثار والتراث، التراث المادي وغير المادي. وصدر منها أعداد جيده أظن أنها تصدر حتى الآن. أنا بقيت فيها حتى 2008 إلى أن تركت العاديات. كنت رئيس لجنه المعلوماتيه بالإضافه إلى مدير التحرير وأدرت نشاط ثقافي أسبوعي في جمعيه العاديات. ما مدى تضرر يعني الآثار في مدينه حلب بعد الأحداث الأخيره يعني بعد تضرر ما. كبير جداً، كبير جداً. يعني معظم الاثار نهبت ودمرت في بعض الاجزاء فقط انا كما اعلم تم الحفاظ عليها مثلا حجاره المئذنه عندما دخل الجيش الحر فيما اعلمه ان بعض الاشخاص شرفاء من الجيش الحر جمعوا الحجاره وخبؤوها في مكان امن الى ان يعاد بنائها مره اخرى. تقصد الآن مئذنة الجامع, الجامع الاموي يعني, يعني الآن او ما يعرف ب زكريا جامع زكريا في مدينه نعم او الجامع الكبير نعم الان السلطه تحاول اعاده ترميم القلعه ولكن بشكل كرتوني تماما مثل الاشياء التي تنهار مباشره في الواقع عندما تعاد الديمقراطيه او عندما تترسخ الديمقراطيه في سوريا سيعاد بناء المئذنه مره اخرى كما تعاد المكتب الوقفيه كما اعلم مدير مكتب الوقفيه كان صديقي وفي اعلم قبل ان تدمر المكتبه الوقفيه استطاعوا من كان مديرها؟ دكتور محمود المصري نعم استطاعوا مجموعه اشخاص ليس هو فقط مجموعه اشخاص ان ياخذوا الامور المهمه فيها هناك نسخ من القران الكريم نادره هناك جديد نادره ومخطوطات نادره اخذوها وخبؤوها في مكان امن ايضا حفاظا عليها من ان تدمر دكتور على ذكر يعني الآثار والتراث أيضاً تقول يعني في مقدمة الأعمال الكاملة أن التراث ليس مشكلة الماضي بل مشكلة الحاضر أيضاً. نعم. كيف ذلك؟ يعني في الواقع لا نستطيع أن نبني مستقبل ما لم ننظر إلى الماضي. رسول حمزة توفيق يقول إن من يطلق قصاصة على ماضيه سيطلق المستقبل مدفعاً عليه. التراث مسألة مهمة، لا بد من إعادة قراءة التراث مرة أخرى. قراءة نقدية نستطيع أن نستفيد منه ونستطيع أن ننقح ما لا يصلح لهذا العصر لا بد دائما من العودة إلى التراث في الواقع أنا كتبت كتاب يعني ربما ردا أو تعقيبا أو مناقشة لكتاب زكي نجيب محمود تجديد الفكر العربي كتبت كتاب اسمه على هامش التجديد من الكلمولوجيا إلى التكنولوجيا كيف نستطيع أن ننتقل هذه النقلة مع المحافظة على التراث كي نبني المستقبل هذا ايضا يعني كتاب يولد كتاب اخر. اولد في ذهني كتاب اخر سميته الحاضر غائبا. الحاضر الغائبا تحدثت فيه عن مشكله الزمان. يعني هناك ماضي وحاضر ومستقبل. ما رايته في هذا الكتاب ان الحاضر هي لحظه فوريه زئبقيه تذهب فورا. الذي يبقى هو الماضي والذي نبني بناء عليه المستقبل. الحاضر عندما قلت انا هذه كلمه حاضر عندما انتهيت من لفظها صارت في الماضي نعم. إذا هذا الماضي مهم كي نبني مستقبلنا من جديد لذلك التراث المادي واللامادي مهم جدا للحضارات البشرية وإلا لما استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة من الحضارة الإنسانية لو لم يحفظ الأفكار والأمور المعمارية والأوابد الأثرية التي خلفها سابقونا طيب إذا سمحت نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم من جديد دكتور جمال اسمح لي في هذا الجزء أنه تتحدث عن مجموعة هيك من المراحل في حياتك آه قد تبدو انه يعني منفصله لكنها مترابطه بشكل او باخر. اولا عملت يعني في مجال التحليل النفسي او المساعده النفسيه في مشفى ابن خلدون للامراض العقليه في حلب والذي يعرف يعني شعبيا بدويرينة ليس كذلك؟ م. تحدث عن هذه التجربه. كنت حين طالبا في جامعه دمشق قسم الفلسفه وعلم النفس. وفي الوقت نفسه موظفا في مديريه الصحه. زملائي ربما اكتشفوا ونموا يعني اي اخبروا سرا لمدير الصحه بانني اقرا الفناجين في مديريه صحه حلب. عندما عرف انني ادرس علم النفس فحولني نقلني الى مشفى ابن خلدون وهو مشفى الامراض العقليه. وهناك وجدت المآسي. عملت محللا نفسيا لبعض المجانين او ببعض من يوصفهم مجانين. رايت اشخاص عقلاء جدا وانما وضعوا سياسيا، يعني ايفيت مثلا كان اخوها ضابط وكانت هي متمرده وتنادي بالحريه بشكل دائم وتكتب فوضعوها في مشفى الامراض العقليه فقط لهذا السبب، هناك ربما بالمئة عشرة من العقلاء موضوعين لاسباب سياسيه واسباب اخرى. المشفى كان يعج بالفوضى، يعني مدير المشفى يسرق الطعام ويسرق الادويه هو وبعض مساعديه. ولا يستطيع احد ان يصدق مجانين اذا اشتكوا يعني كان لديه عذر فعملت تقريبا سنه في ذلك المشفى ورفعت كذا شكوى لمدير الصحه انه يحدث اخطاء يحدث سرقات يحدث مشاكل يحدث اعتداءات على المرضى من قبل بعض الممرضين على المرضى الاناث فقرروا نقلي ونقلت حينها الى مشفى التوليد طيب دكتور ايضا كتبت الشعر العامي والشعر الفصيح الشعر العامي باللهجه الحلبيه المحكيه ام يعني باللهجه القريبه من بين الحلبيه واللبنانيه يعني في شيء بيحضرك هيك مثلا يعني مثلا شفتي القمر ليله بدر عينك كحيله مولدنه مثل القمر مثل الدني لما تجي تنشر صور تفتح طوايق للفرح، ترقص مرح، ترقص غنى كتبت الفصيح قصيده النسر ام قصيده التفعيله؟ كتبت قصيده الومضه وقصيده التفعيله وقصيده النثر وكل الانواع، يعني كما لاحظت حضرتك من الشعر الى العام الى الفصحى الى القصه، الى القصه القصيره جدا، الى الروايه. انا اجد ان الفكره هي التي تاتي مع ثوبها، هي التي تختار الشكل الذي تريده. يعني اذا كانت هناك فكره صغيره لا تحتمل ان يكون الثوب فضفاض ينبغي ان تكون قصه قصيره جدا، يجب ان نقتضب لنوصل هذه الفكره ولكن عندما جاءت هذه الملحمه السوريه في هذه الثوره السوريه ولاحظنا كميه الدمار وكميه ما يحدث هذا لا يستطيع ان يستوعبه روايه لا بد ان تكون هناك روايه لتحدث عن تفاصيل ما حدث وما يحدث وما نامل ان نصل اليه لكن وجه يعني خلينا نقول وجهت صرعة القاف قاف جيم يعني القصة القصيرة جدا بنقد شديد في المجتمع السوري أو عند المثقفين السوريين تماماً, أليس كذلك؟ تماما كما وجهت قصيدة النسر في بدايتها أيضا حربت وحربت الآن قصة قصيرة جدا ولكنها نوع من جنس أدبي موجود صارت هناك عشرات الدراسات أطروحات دكتوراه فيها هناك خصائص معينة للقصة القصيرة جدا عملتم ملتقيات فيها أنت والدكتور أحمد أنا... جاسم الحسين نعم دكتور أحمد جاسم الحسين بدأ في دمشق ثلاث أربع ملتقيات ثم عندما تعب من المسألة لم يعد أحد يتبنى هذه القضية نقلتها إلى حلب منذ عام 2002 بدأت حتى الآن الملتقى الثاني عشر كل سنة أقيم ملتقى أنا منسق العام له ويأتي قاصون للقصة القصيرة جدا من أنحاء الوطن العربي على الغالب ستين خمسين قاص يأتي من أنحاء الوطن العربي إلى مدينة حلب وسميناها ملتقى حلب للقصة القصيرة جدا أقمتها في حلب ثماني مرات ثم أقمتها في ملتقى القصة القصيرة جدا ثم في السعودية ثم في الإمارات ثم في عنتاب والآن أحاول أن أجد منبرا أيضا لأقيمها في مرسين ليس يعني جلبا للقصه القصيره جدا ولكن كنوع من جنس ادبي يجب ان يحترم، كل الاجناس الادبيه يجب ان تحترم وحتى لا يترهل، يعني اذا كانت القصه القصيره مرفوضه والفكره جاءت مقتضبه وصغيره جدا، كيف تستطيع ان تكتبها؟ لابد ان تكون هناك ترهلات. القصه القصيره جدا لديها عده شروط، يجب ان يكون هناك تكثيف، التخلي عن الشيء الزائد، ان تكون جريئه، ان تكون قفلتها قفله مفاجئه. كما قصائد عمر ابو ريشه اذا هناك مجموعه خصائص لابد ان تكون كيف قفلتها مفاجئه كما قصائد عمر ابو ريشه يعني عندما تتحدث عن فكره ثم تقفل بقفلة غير مدهشه غير متوقعه مدهشه غير متوقعه نعم يعني اعطيني مثالا عن عمر ابو ريشه ذكرت كما نهايات قصائد عمر ابو كل ريشه كل قصائد عمر ابو ريشه نهايتها غير متوقعه يعني عندما ذهب الى حبيبته وتحدث اليها وودها وأبانت جفاء فخرج من منزلها وهو يمشي في البرد شديد والليل المعتم ولاحظ أنها يعني زعلت عليه لحقته انه تعال دني برد يا عمر رجع انا كنت عم بمزح معك قال لا لا برد برد ارجعي انا ما راح ارجع كل قصائد عمر ابو رشيد تقريبا في هذه القفله المفاجئه دائما يدهشك بان بانك تمشي معه في سياق ولا تعرف كيف سيلتفت هذه الالتفاته ومشهور عمر ابو الشيخ في هذه وهو ابن مدينتك ايضا نعم. كانكم متعصبين الحلبية لحلبيتكم لا لا هي حلب جالبه للادباء والمفكرين فانا ما ذنبي وما ذنب حلب مم. ليس هناك تعصب للمدينه لا لا ليس تعصب لكن حب تماما مثل الانتماء الى العروبه والاسلام ليس تعصب هناك دوائر لابد ان نكون فيها وان يعني ننتمي اليها هذه تشكل الهويه في الواقع يا ريت يعني عمر ابو ريشه وغيره لديهم قصائد رائعه انا مشكلتي لا احفظ شيء انا فقط احاول ان أبتدي افكار جديده يا ريت ان تكون لدي حافظه لكنت طيب اذا سمحت يعني انت تعمل في الحقل الفكري أه وأن وانخرطت في الحراك الثوري عام 2011 أه كيف يوازن المثقف بين الفكر الحقل الفكري وايضا الانخراط العملي ولا سيما بعد 2011 وانخراطك انت في المنح السياسي من خلال تيار الوعد اليس كذلك؟ نعم دعني اجري انزياحا إيه؟ يعني انا لن انخرط في العمل السياسي ولم انخرط في الثوره السوريه الثوره السوريه هي التي جاءتني انا منذ كتابي الاول استبداد وبدائله في فكر الكواكبي الذي تحدثت فيه طالب الحريه يعني نشر يمكن عام 91 او 92 وكنت اتطلع الى ان يقول شخص اخر معي لا امام هذه السلطه الجائره فاذا جاءت الثوره اذا جاءت هي الي كيف اردها لن اردها لانني كنت اصلا اطالب بها ليعيش الانسان في حريه وكرامه يعني كنا نحن في سوريا في الواقع وفي معظم اجزاء الوطن العربي كأننا نعيش في كهف الذي تحدث عنه أفلاطون نعيش في كهف مقيدين عندما ظهرت الشمس ذات مرة فوجئوا أن هناك شمس في الخارج عندما يخرج هذا المقيد في هذا الكهف المظلم إلى النور لن يستطيع أن يعود مرة أخرى ولا تستطيع أي قوة أن تعيده مرة أخرى طيب أعود إلى العلاقة بين الحقل الفكري والحقل السياسي وأريد أن تحديداً يعني تجربتك مع تيار وعد أنا لم أنا هل تيار وعد مازال مستمراً؟ لا لا أنا لم أدخل في الحقل السياسي أبداً أنا دائماً عملي فكري يعني في كل الأماكن التي ذهبت إليها عملت في مراكز أبحاث وبالتالي في التيار أنشأت مركز أبحاث هو يعنى بالفكر ولا يعنى بالسياسة لا يتدخل بالسياسة وإنما يستطيع أن يفكر مع الآخرين أن يجمع الآخرين حوله لنستطيع أن نتوصل إلى سوريا التي نريد إلى سوريا التي نحب إلى سوريا التي يجب إذا دائما العمل الفكري هناك فرق بين السياسي وبين الفكر السياسي الفكر السياسي لا علاقة له بالسياسي سياسي آنية تماما مثل أنا في الثورة السورية ليس بأنه احتلوا حي وطلع حي وصار حي في يد السلطة لا لا أنا أريد أن تكون سوريا بالكامل حرة هذا ما يتطلع إليه الفكر السياسي أن تكون الدولة كاملا حرة أن تؤخذ من يد الذين صادروا هذه الدولة وجعلوها مشيرة لحسابهم دكتور يعني أنت تقول دائما تركز على مفردة الديمقراطية وضد الاستبداد لكن ما أفرزته أيضا الثورة السورية في الحقل المعارض معظمها قوى استبدادية طبيعي طبيعي جدا إذا لاحظنا الثورة الفرنسية ومعظم الثورات في العالم تجد تقلبات أنت متى تنجح في استلام سلطة عندما تجري انقلاب تعرف مشيت دبابه مشيت مجموعه اشخاص احتليت قصر جمهوري احتليت قصر ملكي انتهت القصه بالعنف بينما الثوره لا تستطيع ان تخطط لها وصلت الى مرحله لا بد ان تقوم ثوره هلا كما يقول الكواكبي وانا معه انه لا بد للقيام باي ثوره ان يكون هناك وعي شعبي بهذا القهر ان تكون تدريجيه وان يهيئ البديل ولكن اذا كان هناك صراع دموي، كان هناك شيء لا يستطيع ان يتحمله الشعب من قبل السلطه، اذا تقوم الثوره. تقوم الثوره انا لا اريها، لا ساكون معها حتى لو لم اجد البديل. كل الثورات دائما تبدا بشكل عشوائي وربما تنقلب على نفسها اذا كنت تذكر وطبعا تذكر ان الثوره الفرنسيه انقلبت على نفسها غير مره. يعني قتلوا السجان في سجن الباستيل ثم اعدموا الثوار انفسهم وعادوا الى الملكيه وعادوا الى انزال الملك من عرشه مره اخرى الى ان ترسخت الديمقراطيه، وهي تماما الثوره السوريه كما الفرنسيه حربت من محيطها. ايضا الثوره الفرنسيه كانت من كل اوروبا محاربه. كان دائما القوى المستلمه تتلقى دعم من كل الدول المجاوره الى ان نجحت الثوره، وهذا هو السبب دائما يقال عن الناس متمردين الى ان تنجح الثوره يسمونها ثوره. وسوريا ايضا ستصل الى هذه المرحله ولا بد طبعا انت قلت حضرتك انه مستبدين طبعا مستبدين عاشوا خمسين سنه في كنف استبداد كيف سيكون الاحرار في الواقع كما كتبت انا غير مره يعني الناس بشكل عام ربما 170 من الشارع السوري هو كما نراه في سوق الهال في باب جنين في هؤلاء الناس البسطاء في الحارات الضيقه البسيطه لم يتلقوا تعليما كافيا عندما قامت الثوره انقسم هؤلاء الى قسمين قسم مارس التشبيح وقسم انضم الى قوافل الثوره طيب هذا القسم الذي انضم الى قوافل الثوره سيكون مستبد وسيكون عصابه مسلحه وسيستلم اماره وبيعتبر المحيط كله له هذا السبب انه تربي ربيوا على الاستبداد نحن نريد ان الناس يعوا ان الثوره ينبغي ان تصل بهم الى مرحله هي المرحلة الديمقراطية وهي التي يعيش فيها كل الناس بحرية وفي أمان وفي اطمئنان وفي وعي الأمنيات لك أن تعيش بحرية وأمان وصحة وعافية إن شاء الله كل الشكر لك دكتور محمد جمال الطحان على هذا اللقاء وإن شاء الله تكون لنا يعني محطات أخرى شكرا لكم وبارك الله في جهودكم جميعا شكرا شكرا لكم أعزائي المشاهدين نلتقي الأسبوع القادم مع منعطف جديد أستودعكم الله الى اللقاء. اللقاء كان شائقا وشائكا وماتعا. نقلني من اقبيه السجون السوريه ورفعني الى قلعه حلب الشهباء التي نحب الى الحضاره العريقه التي يتميز فيها السوريون الى ما نتطلع اليه ربما هناك الكثير مما قيل والكثير مما يمكن ان يقال ولكن من اللائق جدا ان يستمر هذا الحوار بيننا نتعرف على بعضنا ونتعرف الى ما نريده ونتعرف الى اشباهنا وما نريد ان نصل اليه